شهد منتزه ساكولنيكي شمال موسكو مهرجانا رياضيا ترفيهيا حمل اسم بليم بول، وتخلل المهرجان الكثير من الأحداث المتنوعة، يسردها لنا الزميل بشار السيد أحمد في هذا التقرير. عيد غير عادي، العاصمة الروسية تودع فصل الشتاء وتستقبل فصل الربيع، والناس يحتفلون بذلك في مختلف الأماكن. مهرجان بليم بول الرياضي أقيم في منتزه ساكولنيكي الترفيهي بمشاركة عدد كبير من الناس وبرعاية رسمية من إدارة التعاون بين الأقاليم الروسية ومنظمة العلاقات الدينية والسياسية مواقي الأقاليم التابعة لحكومة موسكو، إضافة إلى إدارة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم. نحن في إدارة الدوري الممتاز ندعم مثل هذه المهرجانات، وسنبقى مواظبين على دعمها، لأننا نفهم جميعا أن كرة القدم لا تقتصر على الأندية المحترفة، بل تشمل مختلف شرائح المجتمع. هذا الكرنفال الرياضي هو الأول من نوعه في موسكو، وإقامة هذا المهرجان في هذا التوقيت لم تأتي صدفة، بل إنها مرتبطة بعيد الماسنيتسا أو أسبوع السمن الذي يعد عيدا سلافيا قديما. وضمن هذا المهرجان كانت هناك فقرات رقص للعامة، إضافة إلى دورة كروية سداسية شاركت فيها 10 فرق من مختلف أطياف الموسكوفيين. قريبا ستجري مباراة كأس السوبر الروسي لكرة القدم بين بطلي الكأس والدوري، وإن جرت المباراة في موسكو فإننا سنعرض على حكومة موسكو القيام بمثل هذه المهرجانات على شرف كأس السوبر بكل تأكيد. وفي نهاية المهرجان قدمت اللجنة المنظمة فرصة للحضور، وهي التقاط الصور التذكارية مجانا مع كأس الدوري الروسي لكرة القدم وكأس السوبر الروسية أيضا. إذن بعض الناس قرروا أن يودعوا فصل الشتاء ويستقبلوا فصل الربيع في موسكو في بيوتهم، وبعضهم جاء إلى الحدائق العامة ورقص مع أطفاله على أنغام الموسيقى، والبعض الآخر لعب كرة القدم على الرغم من أن الجليد والثلج يغطيان الأرض. بشار سيد أحمد، روسيا اليوم، موسكو.